أهلا، السلام عليكم. وياكم سارة البدراني، سنة ثانية جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل. راح أتكلم إن شاء الله اليوم عن تخصص الصيدلة الإكلينيكية. الصيدلة الإكلينيكية هي فرع من فروع الصيدلة، بحيث أن الصيدلي يكون جزء من الطاقم الطبي ويهتم بوضع الخطة العلاجية الدوائية للمريض من الألف. بالنسبة لعلاقة السنة التحضيرية بالتخصص، في مواد يعني مهمة أخذتوها في السنة التحضيرية راح ترجع تتكرر عندكم في التخصص. أهم اللي موجودة في الشروط اللي هي الكيمياء والأحياء، راح ترجع تاخذهم بشكل أعمق سواء في الكيمياء العضوية أو في علم وظائف الأعضاء. بالإضافة لأنه زي ما شفتوا أكيد أنه السنة التحضيرية هيأتكم أن أنتم كيف تكونوا مستقلين عكس المدرسة وهكذا، راح هذا الشيء يتنمى عندكم أكثر في التخصص. بالنسبة إلى زي الخاص، راح يكون تدرجات العنابي إلى الأحمر. إحنا البنات ما عندنا التزام معين، عادي لو لبستي أي لون، وهذه أمثلة. بالنسبة للمواد الدراسية، راح أتعمق في مواد سنة ثانية أكثر بحكم أنني درستها، لكن راح أتكلم عن مادة راح أجي في سنوات قادمة إن شاء الله، وراح أعرض باقي المواد للسنوات. بالنسبة لمواد سنة ثانية، راح تاخذوا مواد من قسمة ما بين كلية الطب وما بين كلية الصيدلة. راح تكون في مواد أساسية لازم تعرفوها، مثلا من أهم المواد الأساسية هي أساسيات الصيدلانيات، راح تعرفوا فيها من بداية من الوصفة كيف تقروها، وإلى مثلا أنواع الأدوية اللي موجودة. برضو من أكثر المواد اللي تخلي الطلاب إنهم يخافوا يدخلوا إلى تخصص الصيدلة هي الكيمياء. شوفوا، في الصيدلة في أنواع وايد للكيمياء راح تاخذوها، مو كلها مرتبطة بتفاعلات ونواتج وهذه الحوسة كلها، لا، في مواد مثلا زي في الترم الثاني راح تاخذوها كيمياء تحليلية. فالكيمياء التحليلية هي فرع من فروع الكيمياء، لكنها مو يعني دسمة مثل الكيمياء العضوية، ففي أنواع مختلفة للكيمياء موجودة. وحتى الكيمياء العضوية ما هي بالشيء المستحيل إن إحنا كطلاب نعديه. وبالإضافة لأنتوا راح تاخذوا فقط ترمين في سنة ثانية وبعدها خلاص. بالنسبة للمواد اللي من كلية الطب، متأكدة ان التخصصات اللي قبل تكلموا عنها، ولكن انتم راح تاخذوها بشكل اللي يخص تخصصكم اكثر. المادة اللي قلت راح اتكلم عنها في سنة قادمة هي راح تكون مادة علاجيات، راح تبدوا تاخذوها من سنة رابعة. هي تعتبر من اهم المواد اللي موجودة في التخصص، لان في هذه المادة راح تعرض عليكم الحالات، كيف ممكن انتم تحطوا الخطة العلاجية لها، وش الشيء اللي يناسب هذا المريض وش الشيء اللي ما يناسبه وهكذا. فهي تعتبر بالنسبة إلى التدريب، راح يكون في تدريب اختياري في سنة ثالثة، وفي تدريب في سنة رابعة، وبعدين بعد سنة خامسة راح تكون سنة الامتياز. بالنسبة إلى واحد من أهم الأسئلة اللي يسألوها الطلاب اللي مهتمين هم يدخلوا التخصص أو يسألوا عن التخصص، وش الفرق بينه وبين الصيدلة العامة؟ واحد من أهم الفروق اللي موجودة هو أنه من اسمها الصيدلة الإكلينيكية أو الصيدلة السريرية، أنت تكون عندك تواصل مباشر مع المريض ومع طاقم الفريق الطبي. في الصيدلة العامة غالبا ينحصر دور الصيدلي في استلام الوصفات، صرف الأدوية والمتابعة، التفاعل الحقيقي بينه وبين المريض قليل.
واحد من أهم مميزات التخصص هو أنه أساساً وجد عشان يقلل الأخطاء الطبية بحكم خبرة الصيدلة الإكلينيكي الدوائية بالتعارضات وغيره. لذلك من أهم المميزات أن أنت ممكن تكون سبب في إيقاف خطأ طبي، ممكن تكون سبب في علاج داء لمريض قاعد يعاني، وهذا من أهم واحد برضو من أهم المميزات اللي موجودة في تخصص الصيدلة هي تعدد المجالات الوظيفية بعد التخرج. عندكم مجالات عديدة، راح أعرض بعدين فيديو ليش أني اخترت الصيدلة الإكلينيكية. واقعا أني ما اخترتها، هي اختارتني، درجاتي هي اللي دخلتني الصيدلة، ولكن للأمانة كنت حاطة الطب قدامي بس ما كنت أفكر في أي تخصص ثاني. فلما طلعت درجاتي وكانت ما تدخلني طب، وقتها زعلت وايد. فبعدها جاء تحديد الرغبات، وكان من تحديد الرغبات صيدلة كلينيكية، وكانت هي الرغبة الأولى من تحديد الرغبات حقتي. والحمد لله فلما طلع تخصص الصيدلة الكلينيكية، وقتها ما أعرف، حسيت براحة إلى التخصص، وعرفت إنه الله ما أنزل هذه الراحة فيه إلا لسبب. فإجي الآن أتكلم عن رأيي بعد دراسة 6 شهور في التخصص، هل راحتي اللي حسيتها كانت مجرد مبدئيا، ولا إلى الآن أنا أحس براحتي جدا؟ عشان أكون صريحة وواقعية، راح أقول لكم إن ما في أي تخصص ما هو متعب، لكن إحنا التعب اللي نعانيه من كثرة الاختبارات، إحنا على طول نختبر. ولكن شخصيا أعتبر هذا الشيء ميزة بالنسبة لي، لأني من الناس اللي ما تحب تذاكر بأول بأول، ما تعرف تذاكر أول بأول، فكثرة الاختبارات تجبرني. الشيء الثاني، دراسة بعض المواد اللي موجودة في كلية الصيدلة خلتني أتأثر بها في حياتي، فبعض المواد كنت أشوفها في أشياء موجودة في البيت، أدوية. أعتذر في نقطة نسيتها، وهي وش تأثير اللغة الإنجليزية في التخصص. كبداية التأثير ما أحسه كبير جدا، لأن أنتم مع كل سنة قاعدين تنتقلوا فيها قاعد يصير عندكم بنك مفردات. الكلمات اللي قاعدين تترجموها السنة راح تلاحظوا أن أنتم ما تحتاجوا تترجموها السنة الجاية. طبعا كمية المفردات تختلف من مستوى إلى آخر، لكن مع شوية مجهود راح تلاحظوا أن اللغة ما لها عائق كبير على أن أنتم تكونوا. ختاما، سواء سمعتوني يعني سارة أو سمعتوا شخص آخر يتكلم عن التخصص، اعرفوا أن لكل شخص تجربته سواء كانت إيجابية أو سلبية. أهم نصيحة ممكن أقدمها لكم هي أن أنتم توثقوا بنفسكم، توثقوا أن الله ما راح يكتب لكم إلا كل خير. لو أنكم دخلتوا التخصص الدرجات مو كل شيء. واحدة من النصائح أن أنتم تفرغوا الطاقة السلبية متى ما جتكم من ضغوط وغيره. لذلك لما تشوفوا طلاب من تخصص معين يتحرطموا، ما يعني أن التخصص مو كويس. لذلك من أهم الأشياء اللي تسووها في أي تخصص هو أن أنتم تعرفوا أن أنتم سويتوا اللي عليكم والباقي على الله، سواء كان في اختبار أو في غيره. ختاما، أتمنى أني ما أكون طولت عليكم. راح أختم بمقولة لمحمد الموسى، هو صيدلي ومقدم مؤتمرات، أحسها مناسبة لوضعكم الحالي، هي أن التخصص صحيح مهم جدا لكن مو أهم منك، وصحيح يفتح لك فرص ممتازة للنجاح لكن ما يصنع نجاحك، أنت أهم من التخصص. أتمنى ما أكون أطلت عليكم، وأتمنى أني أفدتكم، أو أي استفسار ثاني تقدرون أنتم تسألوني على تويتر. شكرا لاستضافتكم، شكرا لاستماعكم. مع